أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة اليوم راح يكون حديثنا اقتصاد وسياسة وكثير من القضايا التي تهمك عزيزي المواطن رحبوا معي بضيف اليوم الأستاذ محمد بدر اليوان عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مرحبا فيك يا أهلا موطن. فيك حياك الله أبو أحمد أمسي عليك وعلى مشاهدينك الكرام اليوم الحديث من القلب للقلب <applause> من القلب على من <تصفيق> القلب, <تصفيق> القلب لا 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 ولا شيء يعني نكون خفاف ان شاء الله على الله المواطن بيعرف شو الوضع على الاقتصادي الحكومه تقول يمكن ما في رواتب احنا عندنا عجز المواطن يقول لك شو الوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام قبل ما ندش بالتفاصيل شوف الله يسلمك اليوم دائما اذا عندك مشكله اي شخص الاقتصاديين يشوفون المشكله قبل وقتها صحيح ويعرفون يعني انا اقرا لكثير من الاقتصاديين كان في خلينا نقول جزء من من الرؤيه الواضحه عندهم انه يبقى في 2021 و2020 راح يكون في عجز حقيقي في الميزانيه عجز حقيقي عجز حقيقي صدقي في الميزانيه ما هو دفتري ولا هم يعني امور محاسبيه اللي كان ولا كانوا يقولونها قبل يعني اي اي آه طبعا هذا قبل ما حد يدري عن ازمه كورونا ازمه كورونا هي فوق البيعه صح زادت خلينا نقول الطين بله اليوم انت إذا بتمشي على نفس خلينا نقول نفس الخمال نفس قلة الدبرة اللي قاعد تسويه ما أبي أقول كلام يعني يخرع بس عشر سنين الله يستر علينا عشر سنين, عشر سنين هذا مو كلامي هذا كلام الناس المختصين اللي أكثر مني اليوم أي إصلاح بتسويه أنت لو بتسوي إصلاح ببيتك لو السقف عندك خر لو أي شيء عندك في مشكلة ما راح يخلص بين يوم وليله تحتاج على الاقل اسبوع اسبوعين شهر على حجم الشغل هذا اليوم اي صلاح يبي له على الاقل عشان يبين في الوضع مع الاسف المزري اللي موجود يبي لك خمس ست سنين احنا قاعد نتكلم هذاك اليوم واحد من الشباب سال خوش سؤال في هذا برنامج كلب هاوس إيه. يقول محملنا راسي ولا طبعا قلت له إيه. راسي بس عليه نو وايد. النو اذا ما انشال يطبع المحمل. صح. زين؟ فانت اليوم على هالاساس. حلو، خوش حكي. زين، وين الخلل؟ وين الخلل هنا؟ خلينا نقول نعرف المواطن يعرف وين الخلل اللي احنا ماشيين فيه. زين، يعني خلينا نحطها بسهوله وببساطه إيه. بثلاث اشياء. اول شيء ميزان العداله العوي. اييي. حلو. وهذا الشق السياسي. والشق الثاني الهدر مثل الجربه المقضوضه مهما تمليها ماي تخر هذا مو كلامي هذا كلام وزير الماليه دكتور نايف الحجرف في 2018 قال هدر الميزانيه 40% 40% في في رقم مو سهل كبير زين الشغله الثالثه لازم عندك تغيير هيكلي، شنو يعني تغيير هيكلي؟ اليوم احنا معتمدين على النفط وهذا الشيء اللي احنا نعرفه. خلاص الدول لازم تطلع من النفط. اعطيك مثل صار بالكويت ليش نان يقولون زمان اول يعني احسن، خليك من احسن ولا اسوء، زمان اول على الاقل اذا شافوا مشكله يحلونها يحلونها. سنه ال 76 لما رحمه الله عليه الشيخ جابر الاحمد سوى صندوق الاجيال القادمه. ترى الصندوق قانون انشائه ورقه واحده. انا حافظ يمكن السطر الاول ايش مكتوب؟ يوريك ايش كثر كانت في مشكله او شنو شنو التفكير مالهم نظرا لما لوحظ من كثره السحوبات وفتح اعتمادات اضافيه من الوزارات لتغطيه عجوزاتها بعدين الى اخر شيء اثرنا ان احنا نسوي صندوق للاجيال يحفظ للاجيال القادمه للكويتيين كرامتهم في يومهم وغدهم انزين شافوا ان في مشكله ما عاد الاعتماد على النفط يوفي سووا شيء بالاستثمار زين عقب خمسين سنة اليوم أو أقل من خمسين سنة ما سووا له شيء هذا ما عاد يكفي انك انت تستديم لما يقول استدامه ماليه، هذا ما عاد يكفي، مصاريفك كبرت، بيتك كبر، بدل لا يصير عندك اثنين من العيال الله يحفظهم صار عندك اربعه صرت يد، صار عندك عيال، انت اليوم بالنهايه تحتاج زياده. فكان في مشكله وضعوا لها الحل. اليوم صار لازم تسوي حل ثاني هو الحل ابو بدر اني الحين انا انت, انت كاختصار زين اول شيء نرجع على النقطه اللي ايه؟ قبل ما في حل من غير عداله الحلو. زين العداله لما تيجي تقول لي انا بطبق ضرائب هذا حكي فاضي ض... انت مو مع الضريبه مو مع الضريبه اليوم اكثر اقتصاديين يقول لك يجب ان نبدا بالضريبه زين انا ليش اقول لك مو مع الضريبه اليوم حلو اكو ضريبه في ظل وجود فساد خلينا نتكلم بواقعيه تدري شنو راح نصير ترى في دول اعتقدت ان اول خطوه من خطوات الاصلاح يكون عن طريق الضريبه وهي عندها الفساد صارت دول افريقيا افريقيا الوسطى وافريقيا كلهم اخص بالذكر يعني ما بيسمي اسامي بس في افريقيا الوسطى وافريقيا الشماليه صار عندهم ضريبه في ظل وجود فساد محسوبيه انا اليوم احب احمد اطوف له انا ما احب محمد اصير سيف مسلط على رقبته صار في تهرب فسا... تهرب ضريبي، صار عندك محسوبيه، صار عندك فساد. في اشياء تي قبل الفساد عفوا قبل الاصلاح قبل اي الصحيح. اصلاح يصير اول شيء تسكر النل هذا. انزين النل الثاني هو نل الهدر. اقرا ميزانية الدولة، اليوم أنا متأكد أن 90% أو 95% من الشعب يشوفون اللي حطونا الحكومة اللي هو والله ميزانيتنا هالكثر، ايراداتنا هالكثر، مصروفاتنا هالكثر انتهى الموضوع، صحيح. عندنا عجز كذي. لو تدش وتقرا الميزانيه بتفصيل تلقى بنود مو منطق. مثل شنو؟ مثل شنو؟ انا اقول لك. إيه؟ بند نقليات ومعدات وفندقه مليار دينار. مليار دينار؟ تقريبا مليار. معدات؟ اي هذه المعدات مركونه، متى ما اشتهوا ياجرونها من واحد يقول له خلها عندك. محسوبية رقم مو بسيط رقم مو سهل انزين بنود ثانية هي مو بس هدر يعني هذا الهدر الصارخ خلينا نقول بنود ما فيها منطق انت ليش يكون عندك امن وحراسة يكون عندك غير انت ما طيب اغلب المنشآت الحكومية الامن والحراسة قاعد تاخذها من شركات قطاع خاص صحيح شنو الامن والحراسه اللي حاطه غير, غير العقود غ... اه جيت على العقود في عقود لموظفين غير كويتيين في القطاع الحكومي برا بنود الميزانيه المفروض ميزانيه الباب الاول عفوا برا بند الباب الاول الباب الاول المفروض هو هو الرواتب والدعوم عدل زين هذا شنو أنا من كذي قلت لك ما ما نبي نحضر ولا جبت وياي يعني أنا الأوراق عشان يكون الكلام يعني في هدر واضح في الميزانية هدر صارخ, صارخ. من بس واضح زين مو يمر على مجلس الأمة وعلى المالية ويصوت عليه في نواب مجلس الأمة ما يدرون أبو بدر بكل أمانة يعني ما دخلتك في الشق السياسي لا 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 خلينا ندخل لأنه إذا فصلت السياسة عن الاقتصاد ما حليت شيء أنت يعني إحنا واهم اللي يعتقد أن السياسة ما لها شغل بالاقتصاد حلو ما تقدر اليوم في من اعضاء مجلس الامه فهمان اقتصاد وفهمان اداره ماليه حلو ويفهم اوكي وفي منهم ما هو مجالهم وما هو عيب في ناس قانونيين في ناس دكاتره في ناس غيره مستشاري؟ عندهم مستشارين عندهم مستشارين لكن لما تيك الميزانيه يحطونها لك بطريقه معينه يخشون بنود ويسوون كذي تصير انا انا ما طلعت على الميزانيه الميزانيه سريه او اللي يعرض في مجلس الامه سري الميزانيه المعلنه هذه اللي اسمعه من اصدقاء وناس نعرفهم في مجلس الامه يقول لك الامور مفلتره او يخشون لك اللي يبون يخشونه يخشونه في اشياء تنخش او في اشياء ما تكون واضحه اي ما يحطون الا حق المختص في بند في بند بالميزانيه ما يحضرني اسمه بس بند قيمته 900 مليون ما له تفصيل يعني تفصيله يمكن نقطتين اما بند 200 مليون تلقى تفصيل مخيف زين شلون؟ يعني الميزانيه الاخيره اللي في 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 اللي اعلنت توا في شهر أربعة اللي طاف او خمسة اللي انتهت سنتها الماليه 31 3 20 20 فيها تقريبا اكثر من 215 او 20 220 هذا هذا هدر واضح مو مو مخشوش هذا مباشر مم. هذا مباشر شنو هو يا 220 مليون دينار بهالبنود اللي قلت لك اياها هالبنود اللي خاشينها لا لا الميزانيه الموجوده هذه أي. هذه مو المخشوشة. المخشوشه يمكن مجلس الامه على اساس ما, ي... ما حد يسأله كذي انت اليوم موضوعك اول شيء لازم يكون في يعني ميزان العداله يصير واحد شلون تسألني شو ميزان العداله مم. في ناس يحاربون بارزاقهم اللي هم مشاريع صغيره ومتوسطه راح نسكرهم رح... واحنا راح نجي على البند هذا محور إيه؟ اساسي عندنا هذا يعني بس خلينا نتكلم يعني بكل امانه اول شيء اصلاح الهدر محاربه الفساد بشكل واضح يمكن نترك السفرات والمؤتمرات السياحيه هذه السفرات والمؤتمرات الله يذكرك بالشهاده إيه؟ ما قلت بكورونا ها ما قلت لما يطلع لي ما اذكر من وزير الماليه اللي طلع مع احترامي لهم ولشخصهم كلهم الكريمه يطلع او كان تفصيل في الميزانيه يقول لك والله كورونا اثرت على ميزانيته مو مو صحيح كورونا اثرت على الميزانيه اللي توها اخر وحده شهر واحد اللي هو شهر ثلاثه فلا نحط كورونا شماعه على مشاكلنا الماليه المتجذره كورونا ترى بريئه من المشاكل هذه كورونا يعني عسى الله يفكنا ويفك العالم آه اجمع لكن كشف مستور مثل الجدر هذا اللي يقول لك بطل الخنين والخايس أيه هذا كشف كل شيء كشف كل شيء وحتى وضعنا الاقتصادي والهدر كشفه كورونا اقتصادي مالي سياسي سياسي بقى. للاسف يعني انت بس قبل لا <applause> يعني كل شويه واحد يذكر شيء <applause> يعني مع،, مع الاسف مع الاسف لما تكون ديرتي اتصدر اسمها صحف عالميه نيويورك تايمز واشنطن بوست مو مو باي انجاز مو انجاز اقتصادي مو انجاز سياسي مو إنه شارين عقار ولا شارين أه شيء معين يذكر قضايا الفساد ترى أسبوع. اخر سنه ست قضايا فساد نعم نعم سته مو واحده ولا ثنتين أه هل تعتقد ان الحكومه هذه حكومه الشيخ صباح الخير جاده في معالجه الهدر انت كعضو جمعيه اقتصاديه بكل امانه من التصريحات احنا نسمع لرئيس الوزراء نسمع لرئيس مجلس الامه نسمع لكثير من الشخصيات السياسيه راح نحل وحتى وزراء الماليه احنا الفساد واحنا في اطار نحارب الفساد هل هذا واقع اذا يتلمس المواطن اذا انت تبي تحارب الفساد بس مكتف تقدر تحارب الفساد لا. ما لا انا ما اشكك في نقاء سريره ونظافه الشيخ صباح الخالد لكن بالنهايه في وايد امور تغل ايده على قولتهم. مم. اولها الوضع الصحي السيء اللي بيد الحكومه وصلنا له اليوم. بيدنا احنا كحكومه نتكلم يعني بالنهايه الحكومه منا احنا الكويتيين. احنا لما نتكلم ونقول الحكومه بيد الحكومه وصلنا الى هالمرحله السيئه هذه. مم. مرحله يعني احنا ترى باكر الحظر. وبنتم بهالدوامة شهر والله يستر إذا ما ما دام دخلت على الحظر يعني اليوم أصحاب المجمعات الأنشطة التجارية ترى في أنشطة صار لها سنة مسكرة ايه. اليوم المشاريع الصغيرة المتوسطة اللي أخذ قرض قالك ما بديش الحكومة صحيح. وبفتح لي محل أبي أتاجر بنفتح وكالات بدأ شبابنا الحقيقي الكويتي يرجع الى ماضي اهله ان الكويت كانت دوله اقتصاديه يبنيها المجتمع بدا يرجع الى القطاع الخاص لكن ازمه كورونا ونتيجه الاغلاق والحظر يعني اليوم حتى في ناس يقولون صار لنا اشهر ما ندفع اجارات ولا المحاكم هل تعتقد شنو اثار الحظر ووقف الانشطه تحت بند حمايه المواطن الكويتي او حماية الصحية شنو نتائجها؟ زين تكلم بكلمة القضية كبيرة هذه أبو أحمد في حظر فعلا يستاهل أنك أنت تقف عليه يعني حظر صدي حلو أن الحالات قاعد تزيد والوضع يزيد سوءا نفس الحظر الأول مرض جديد ما حيدري عنه الكل صار فيه تكاتف مجتمعي بينه انه يبقى حتى الواحد ما عليه اعض على حتى لو ادفع من جيبي على اسناني شويه وعلى بعض مصالح العام بس ما عليه خ... إيه. نعدي مع بعض ها خلينا نقول لكن الحين اللي قاعد يصير هذا حظر سياسي حظر سياسي حظر سياسي مو حظر صحي انت خايف من امور سياسيه قد تاتي بالاسبوع الجاي عندك حكم محكمه دستوريه عندك غيرها انت خايف منها ولا ما في اي اليوم الحكومه سقطت ورقه التوت ها خلينا نقول نتكلم شويه بقى. هذا الامر الناس حست ان هذه الحكومه ما هي جاده لما ما ثلاث ثلاث اشياء رئيسيه صارت بدايتها عدم ملاحقه الفرعيات صحيح زين اثنين عدم ملاحقه الانشطه الدينيه اللي موجوده ثلاثه عدم ملاحقه انا ما اقول ملاحقه قانونيه عدم ملاحقه ما حدث في الجلسه الاولى في مجلس الأمة انتهت ثلاث امور افقدت الحكومه ثقتها عند الناس وما حدث من تجمعات ايضا في الدواوين لحد انه للنواب الدواوين هذا امر اخر إيه؟ الدواوين مش فقط بس نواب عشان ايضا نكون منصفين إيه؟ لان الناس شافت انه يبقى ما في, ما, ما, في, ما, في ما في ميزان العداله هذا إيه؟ المسطره الواحده المسطره عليك غير المسطره علي صحيح شق انا التزم فاليوم انت تجبرني ان انا اي اغلق واسكر انت توقت لي الوضع الاقتصادي في البلد من ناحيه الجمعيه الاقتصاديه، ابو احمد قاعد يوننا ناس والله العظيم في الجمعيه الاقتصاديه امور تعور القلب، لما ابوي يدق عليك يتعبر يقول لك انا كل شهر اجدد الكمبياله مالتي قيمتها ثمانين ألف دينار عشان بنتي ما يحطون عليها ضبط وحضار. اسر قاعد تشتت. اليوم الموضوع طلع من نطاق الاقتصاد وصل الى امور اجتماعيه، وصل الى امور قانونيه اليوم احنا مشكلتنا عمرها ما كانت اصلاح مالي لان الافكار دائما موجوده واللي احنا قاعد نقوله بالجمعيه الاقتصاديه واللي يقولون الاخوان في الاقتصاديين سواء اكاديميين ولا مختصين ترى الحكومه تدري عنه بالنهايه هذا الكلام واصلها واذا هي ما تدري عنه لان هي اللي عبيدها الارقام والبيانات لكن في اراده ولا ما في اراده هم ما في اراده. عند الحكومه. هذا اللي واضح. م. اليوم تلاحق الناس برزقها وتبي تسكر عليهم المشاريع الصغيره، وصلوا الى مرحله بس خلاص مو قادرين. كل دول العالم المحترمه ابو احمد سوت شيء اسمه برامج الانعاش الاقتصادي. صحيح. شنو يعني برنامج انعاش؟ يعني ابره بنج، يعني بنادول نفس المريض اللي بغرفه الانعاش شنو يحتاج؟ يحتاج مسيل او يحتاج اكسجين اليوم المشاريع الصغيره اللي موجوده هذه تحتاج هذا الشيء تحتاج ابره بنج تحتاج انعاش الانعاش هذا مو مفهوم الربحيه انا الحين لما اقول لك سوي لهم برنامج انعاش اقتصادي ما أبي... هم يبون يربحون هم يبون يعيشون يبون والله العظيم ابو احمد يقول ناس يقول اذا انا نسبه ان انا استمرض 10% واخذ الفيروس ما عندي مشكلة بس أنا على يقين إذا أنا سكرت تسعين في المية أنا مفلس صح. فوصل فيه إنه يبقى أستمرض ولا قط رزقي ورزق عيالي الحكومة قالت إنه من أحد الأمور اللي نعاش سنة كاملة إحنا نوقف عنكم الاستقطاع أو قرض البنك أوكي ترى أغلب المشاريع الصغيرة وأنجح المشاريع الصغيرة خارج الصندوق الوطني حملات الترويجية اللي بدت فيها الحكومة لتشجيع الناس ان تنتقل من القطاع العام للقطاع الخاص ترى بدت قبل الصندوق الوطني من 15 سنه صح. اول حمله بدت اسمها هده خلي يتحدى أيه. واللي من جيلي يذكرها اكيد انت تذكرها ابو احمد حتى على الباصات انزين انا بوريك قل الدبره من ذاك الوقت يشجعون الناس ينتقلون بالعمل من القطاع العام للقطاع القطاع الخاص. الخاص شلون انا بشجعه اعطيه مميزات زياده في دعم العماله اروح حق القطاع العام واعطيهم كوادر أنا اكثر من... انا سويت إيه. انا ايه. سويت صح انا معناته مستانس ان 70 الى 75% من الميزانيه رواتب واجور ما عندي مشكله تناقض لان السياسه تدش في, القو... في القرارات السياسيه طبعا يعني السياسه تدش في القرارات لل... بشكل عام للدوله فانت اليوم من من هد هد من هده خلي تحده إيه. ترى صار في عندك خلينا نقول نسيج من المشاريع الصغيرة هذه لبنة اقتصادية أساسية في تشكيل أي اقتصاد بالعالم احنا اليوم مو في محل لا ولا بمكان ثاني ان نناقش أهمية المشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة مهمة والمشاريع الصغيرة شاركت في الناتج المحلي وفي إيرادات الدولة بشكل مهم في أكثر دول العالم الدول المعنية باقتصاداتها مع الأسف في حزب الخاطر أن الدول الشقيقة اللي دار مدارنا بدوا عقبنا واليوم قاعد يتفادون الاخطاء اللي احنا قاعد نمر فيها. يجيني مسؤول حكومي انا بقول لك شنو المسؤولين يقولون. مم. اغلب المشاريع الصغيره تضمين. هذا طبعا مو صحيح. هذا اللي قالوه هذا اللي قاله. إيه زين؟ اي يقول لك انت شنو انت المشاريع الصغيره هذه وتجارة... 70 الف مبادر ها؟ وتجاره اقامات وتجاره اقامات يقول لك 70 الف مبادر انتم عددكم تقريبا الباب الاول والثالث والخامس كلكم سبعين ألف مبادر. انتم شنو عائدكم على الاقتصاد؟ 3% على الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي؟ لا مو ثلاثة في شيء اسمه ناتج عائد مباشر وفي عائد غير مباشر، انا اقول لك شلون. تدري قطاع الاتصالات المهم اللي احنا اليوم بفضله قاعدين هني ندردش. والحظر اللي طاف والحظر اللي جاي لو ينزل عندك سرعه الانترنت شويه تنرفز صحيح. قطاع الاتصالات هذا من اهم القطاعات كم يرد على كم عائد على الدوله 4% هل نقدر نقول ان هذا مو مهم طبعا لا زين شنو العائد الغير مباشر للمشاريع الصغيره اليوم كلنا عندنا ربع من الجنسين اللي موجودين في دول مجلس التعاون الخليجي يون الكويت وصارت في عندنا سياحه خليجيه صحيح. عشان المشاريع الصغيرة، ترى لا أحد يقول عشان مطاعم. لا لا، عشان مطاعم. ويون عشان معماريين كويتيين. ويون عشان شركات عطور، ويون عشان شباب متميز موجود حتى المسرح ها؟ فاليوم المشاريع الصغيرة حطت بصمة على الأقل هوية. وهي خطوة أولى، زين. خطوة أولى. فلازم فيها سلبية، ما يخالف، يشجعها، ايه؟ نشجعهم بالضبط. بتي تقول لي والله أغلبهم مطاعم. واغلبهم ما اعرف ايش، ما طيب هذا المفروض شياحي. شوف التجربه اليابانيه ايش سوت؟ لما جت تدعم المشاريع الصغيره قالت انا ما راح ادعم الا اوجه محدده انا احددها لان هذا النقص اللي عندي. فدعموا انشطه صناعيه، دعموا انشطه لوجستيه، واليوم نشوف طبعا اليابان وين؟ كوريا 78% من سوق العمل الكوري 87 87% من سوق العمل الكوري موظفين في المشاريع الصغيره والمتوسطه. زين ما يخالف بدر شلون مشاكلهم؟ سمعنا اليوم بيعطونهم مبلغ معين 1000 دينار يعني سمعنا, سمعنا عن يعني القرار تاجيل الاستقطاع، انشاء صندوق لدعمهم، هناك مرة اعطاهم قرض ثاني تحت اشراف البنوك، انت في رايك شلون نحل مشاكلهم؟ طبعا صاحب اقتراح الألف دينار يعني اعتقد ان هذا منفسخ عن الواقع. لان لما يجيك واحد صاحب جيم ولا صاحب صاحبه صالون من 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 عرض مبادرات وايد يدقون علينا في الجمعيه اجارها بس 15000 دينار تعطيها 1000 دينار شو يسوي وهذه موظفه كويتيين وشايلة عنك من المال العام زين اليوم ابو احمد ما تقدر تحط حل الا لما تنتهي المشكله صح شلون يعني الغزو والله لا يعوده متى صارت لجنة التعويضات؟ عقب ما خلص الغزو المناخ سووا لجنة التسويات تالي عقب ما خلصت الأزمة في ظل الأزمة في الغزو كان في دعم للشعب الكويتي في كل مكان في العالم صحيح من صندوق الأجيال اللي موجود في لندن ها اليوم أنت محتاج إلى برامج إنعاش لخلصت الأزمة أحط ذيك الساعة نقعد ونشوف شنو الحلول صح اليوم أنا أبيهم ينتعشون احنا اللي قدمناه في الجامعة الاقتصاديه الكويتيه بالتعاون مع الاخوان في كليه العلوم الاداريه في جامعه الكويت مع واشكر بالتحديد الدكتور عميد الكليه دكتور محمد زينل ودكتور الاقتصاد دكتور انور شريعان اللي هو مدير مركز التميز للدراسات قعدنا وياهم وحطينا هذه الدراسه المقترح الكامل لل... انا ما اسميها مبادره لان المبادرات اسيء استخدامها هو مقترح كامل تاخذ الحكومه الطبقه من الالف الى الياء شنو شرح للمشكله كامل شنو اقتراح للحلول وين الجهات التمويليه اليوم ارجع واقول لك واهم اللي يقول لك هذا حل كامل يحل مشاكل المشاريع الصغيره مو صحيح المشاريع الصغيره فئات وانواع عندك انت احنا هنا في الجمعيه قلنا هنقسمهم الى ابواب كلهم مستحقين ارجع واقول كلهم مستحقين ولكن في ناس تستحق الدعم قبل ناس مو اولى ولكن قبل في الصف خلينا نقول بالصف الاول اللي هم منو اللي هم باب الخامس ليش الباب الخامس بالذات الباب الخامس ابو احمد هم اللي هدوا راحت الوظيفه الحكوميه ومميزاتها واتجهوا الى العمل الحر كبروا ووظفوا كويتيين عندهم وخذوا من هذيل الكويتيين اللي المفروض يروحون يتوظفون بالحكومه ووظفوهم عندهم صارت اليوم الازمه ايش سوت لهم الحكومه انفضت بشتها وخرت عنهم اليوم هذيل أول ناس يستحقون الدعم هذيل ترى عددهم تحت التأمينات الاجتماعية 16477 16000 كويتي كويتي هذا غير الكويتيين اللي يشتغلون عنده أوكي احنا هنا أطلقنا حل لهذه الفئة اليوم واحنا نمد لأي فئة من المجتمع أو أي شباب عندهم مقترح لحل مشاكل الباب الثالث ولا اي فئه اخرى احنا معه هذا المقترح اللي احنا اطلقناه لا يلغي مبادرات سابقه ولا يلغي يعني مبادرات قادمه احنا بيدهم ويدنا بيدهم ونمشي جميل. وياهم على طول الخط اليوم احنا شنو كان مقترحنا باختصار انشاء صندوق او محفظه اوكي صندوق مالي مو صندوق مؤسسي مو صندوق لا لا, لا. ينتهي بانتهاء مدته مدته سنتين راح ينتهي مجلس ادارته مشكله من ثلاث جهات من جمعيات النفع العام وثلاث جهات حكوميه ما يستلمون دينار ولا واحد يشتغل في الصندوق راح يصرف على المال العام تسالني شلون هذول اعضاء مجلس اداره اللي هم من الجمعيه الاقتصاديه ومن جمعيه المحامين ومن جمعيه المحاسبين ما راح ياخذون لان هذا المجلس اداره ما راح ياخذون حلو هذا هذا اهي ضريبة انه يبا احنا ندعم الوطن، نعطي شيء للديره. كم قيمة الصندوق هذا؟ 125 مليون دينار. ولا شيء. ولا شيء. ترى هذا الحد الادنى من الدعم ابو احمد، انا اقدر والله العظيم رقم هو، اقدر احط 2 مليار، 3 مليار، لكن هل انا بحترم عقلي؟ وبحترم دراستي؟ وبحترم الناس اللي انا امثلها في الجمعيه واللي اخاطبها؟ اليوم الدوله تمر في ضائقه سيوله ماليه، سيوله ها؟ فانا ما يصير ايضا نفس اقتراح الألف دينار اصير منفسخ عن الواقع ارجع هم الشباب والبنات اللي مبادرين اليوم الله يعطيهم العافيه ويقويهم هذيل ناس يبون شيء ينعشهم لما دشينا على اسمه رئيس وزراء كان ياشر على ملف يمه ويقول هذا الملف يوصلني يوميا من فريق الدكتور باسل ويعني شفت الجيش الابيض هذا كله احييهم وشغلهم هذا اللي سووه دين برقبة كل كويتي من أكبر دكتور إلى أصغر ممرض هذا الملف اللي يوصل يوميا حق سمو رئيس مجلس الوزراء شنو فيه؟ في عدد الحالات الحرجة في عدد اللي تحت أجهزة الإنعاش في عدد الحالات اليومية وهكذا وهكذا, وهكذا. هذا اللي ينقصنا احنا بالاقتصاد ما عندنا شيء داتا ما داتا ما عندنا بيانات ما حد عنده البيانات ما حد عنده البيانات مو المفروض وزاره التجاره انا ال... اليوم ب... لما دشينا ايه؟ على المقترح ترى المقترح اول واحد قدمناه له هو سمو رئيس مجلس الوزراء ادبيا اقدم اقدمه له واقول له انت اليوم المدير التنفيذي للدوله صحيح انت رئيس الجهاز التنفيذي تفضل هذا حل لابنائك من الباب الخامس من المشاريع الصغيره والمتوسطه وبعاملك انت كلمناه بهالصيغه، بعاملك انت سموك كانك تاجر. انت بتقول شنو استفادتي من المقترح؟ ليش ادعم؟ انت لك فائدتين وللمبادر فائده واحده، انا اللي شايل هم المبادرين لنا فائده واحده. ولك انت فائدتين، بس فائده المبادر اليوم لأن يبي المبلغ هذا على اساس ينعشه. انت شنو فائدتك كحكومه؟ اول شيء لو 40% ابو احمد 40% يعزل من عشر 16000 تقريبا 6590 ويروح يطق باب ديوان الخدمه معاشاتهم وتاميناتهم في سنه اكثر من قيمه الصندوق. زين شنو الهدف الثاني؟ تدري في عشرين شركه محاسبه صغيره هذول اللي يسمونهم بوك شركات الشباب مستعدين ان هم يديرون الدفاتر المحاسبيه حق اي واحد ينضم الى هذه المبادره بلاش لمده سنه لا. تدري هذه بعقب السنه راح يصير عندك انت ديتا كامله بيانات لل ألف هذه تقول لهم هاي الحكومه تفضلوا شنو اللي افشل؟ حزمه التحفيز اللي طلع المحافظ وتكلم عليها ما عندهم بيانات اللي افشل الموضوع الثاني ان حكومه ما تدري ان الصندوق الوطني اللي تحت يدها ما يقدر يدعم المبادر كاش في عارض قانوني عنده بلايحه التعثر فاحنا هذا المقترح اللي اصدرناه لا يحتاج قانون في مجلس الامه ولا يحتاج هاللويه هذه كلها هو قرار وزاري حاله حال دبل دعم عند العماله وزر ولا عند وزير التجاره ولا وزير الماليه عند وزير الماليه يعني ما يبي شيء يصادق من مجلس الوزراء حاله حال اللي سووا دبل دعم العماله تتوقع في حركة على هذا هل... ما في با... ما في أي جدية في الموضوع بس وقفوا عنهم القروض والألف دينار خذ هذا و... إيقاف القروض عن ألف وأربعمائة واحد أنت تتكلم عن ستة عشر ألف, الف. بادر بس الباب الخامس في ابواب اخرى مستحقه عدد المبادرين في الكويت اكثر من هل عندها هل... داتا غير الداتا اللي تعرفونها انتم؟ و... لا هم ما هم عندهم داتا اصلا. م... مو مطلعين على خبورت... الجمعيه الاقتصاديه السابقه في مجلس الاداره السابقه الله يعطيهم العافيه، كان هناك اجتماعات في مجلس الامه مع اللجنه الماليه ومع المحافظ ومع وزير الماليه، هم اللي قاعد يعطون المحافظ داتا داتا بيانات يا سلام وطبعا البيانات اللي عندنا راح تكون مهما كان بيانات منقوصه اذا ما عندنا داتا شلون بنخطط قدام؟ انت بالضبط سبحان الله احنا ليش اتجهنا مبادرتنا هذا او مقترحنا هذا الى الباب الخامس لان عندنا ديتا عليه موجودين بالتامينات التامينات مؤسسه محترمه فيها فيها سيستم فيها بيان ترجع له اخذ منهم الديتا هذه وازيد عليها واعطي الحكومه اقول له تفضل راح تعرف انت كم اذا اذا تقولون مطاعم اوكي كم مطعم موجود؟ كم جيم موجود؟ كم شركه تجاره عامه ومقاولات موجود؟ كم 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 كم؟ بتقول لي والله تصرف فلوس ترى اكره ما على اي شخص مختص بالاقتصاد انه يقول هاك فلوس ولا يوزع هذه الاتاوات بس السكين وصلت العظم بالنسبه لهم وصلت وخلصت بس صدر. اني بدر هذا يخلي لي عزة. اذا الحكومه ما اخذت بهذا المقترح ايش راح يصير؟ بكل امانه بكل امانه لا خل الحكومه راح تسحق هذه الطبقه يعني راح يعزلون ويسكرون ويصير مثل الكهرباء اللي خلاص انا عمري انشويت من المشاريع صغيرة والحكومه هذه حكومه مو صاجه لا يبا خلني اروح اطق باب ديوان الخدمه وغصبا عليهم يشغلوني الدستور يقول كذي واللي يعجز عن السداد ممكن يدش السجن؟ طبعا يعني يتكلم بالالاف صارت المشكله اجتماعيه وصلت الى مشكله اجتماعيه هي مشكله اقتصاديه زادت الى مشكله قانونيه بتصير مشكله اقتصاديه. وايضا مشكله بطاله. طبعا. يعني هذا خليني انتقل من هالمحور المحور الثاني إن اذا ما حليت هذه المشكله انت بالاصل عندك بطاله. وهذول راح يقولك لك إحنا, احنا دشينا في تذكر قنبله البطاله. تذكر قنبله تذكر احنا إيه قنابل تذكر مقترح قانون الضمان المالي اللي كان في المجلس اللي طاف وما مشى. أي. إيه اليوم اساس اي دعم يعني هذه وجهة نظري أساس أي دعم لازم يكون على حسب تكويت الشركة لموظفين كويتيين إيش كثر عندها حلو كويتيين حلو إنزين أنا بسألك سؤال وبديهي وأي واحد من المشاهدين الكرام راح يكون عنده نفس التوجه اليوم إذا شركة موظفة أكثر من 3000 كويتي وتمر بضائقة مالية في كورونا هل من المفترض أن الحكومة تساعدها ولا لا؟ طبعا ليش تساعدها؟ عشان تقف على تفشي بطالة الثلاثة آلاف لكن شركة ضخمة موظفة 100 كويتي وفيها 3000 موظف ما 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 تفيدني بالاقتصاد تفيدني باشياء بس اليوم انا همي الاساسي هو التوظيف شهر اثنين اللي طاف ابو احمد هذا شهر اثنين قبل كورونا باسبوعين بالضبط دعينا في مجلس الوزراء مجموعه من المختصين في الاقتصاد ومجموعه من المبادرين كان عددنا 35 واحد كنا موجودين ومن الوزراء الإخوان اللي موجودين خمسة كان الأخ أنس الصالح وزير داخلية ذيك الحزة الأخ خالد الروضان كان وزير تجارة الأخت مريم العقيل كانت وزيرة مالية الأخت رنا الفارس كانت أعتقد في الأشغال والأخ وليد الجاسم كان وزير بلدية واعتقد أن الأخت مريم العقيل كانت أيضا شؤون أول بداية الاجتماع بناصر أنس الصالح قال احنا داشين بالطوفه ما نقدر نوظف 300 الف خريج في سوق العمل خلال 15 سنه قادمه هذه حقيقه معلومه دش ويب سايت ديوان المعلومات المدنيه شوف معدل اللي راح يتخرجون بالسن بالعمر سويناها 325 الف خريج مقبل على سوق العمل خلال 15 الى 17 سنه قادمه شلون بتوظفهم هذا اليوم اليوم عدد العاملين في هذا القطاع تقريبا حروه ال 400 يعني دبل شلون بتوظفهم الحكومه؟ ما لم تفتح القطاع الخاص بالضبط والقطاع الخاص ما هي دعوه للخصخصه هي دعوه لمشاريع الشراكه وفتح مجالات الاستثمار اي مشاريع الشراكه هي اليوم في العالم اجمع قاعد تكون إيه هي مصب الفائده للدوله وللشعب. صح اللي هي 50% مملوكه للحكومه و50% مملوكه للشعب. ليش مملوكه للحكومه 50%؟ عشان اي شخص من الشعب يتلاعب ويمسك مجلس الاداره الشعب عنده الجيكر. صحيح عفوا الحكومه الحكومه تمسك وتقدر تاخذ قرارها، انا معاك يعني بكل امانه من الملف الاقتصادي واهم الملفات اليوم اللي يجب اليوم هو اهم ملف ان نضع الحلول مثل ما حب 76 حطوا حل، اليوم لازم تكون هناك نوم مختصين منكم ومن الجمعيه الاقتصاديه وكل شريف بهذا البلد انه يجب وضع الحلول حتى لا تقع الطامه الكبرى انه خلال سنوات حتى البترول ما راح يكفينا. ما راح يكفي؟ البترول طبعا ما راح يكفي. انت اليوم بس لو تاخذ بند العائدات النفطيه من البترول وتشوف حجم الرواتب الرواتب 125% من ال... يعني تحتاج العائد مالك زائد الربع هذا اللي نبهنا نبهوا عليه الاقتصاديين من سنوات وكانوا يضحكون عليهم يقولون بذكر لك شغله ابو سالفه الموس على كل الروس يلي. والحشي اللي اعتبره فاضي ها كان المعذب الابو يقول حق عياله انا بدال اعطيكم مصروف كل اسبوع 50 دينار وتروحون تتعشون بهالاماكن وتستانسون لا خلكم على فلافل وغيره بعد اسبوع الابو يشتري رز ريز ويشتري له ساعه ب ألف هذا عنده مغاره علي بابا ولا ما عنده؟ عنده هذا هو تصرف الحكومه باختصار اللي اليوم المواطن ما يثق في الحكومه طبعا حلو انت قلت ان صندوق الاحتياط العام وصل في 2013 الى 150 مليار دولار صحيح واليوم فاضي اليوم فاضي معقوله صرفنا يعني المواطن. يوميا صرفنا 150 مليون دولار حي. يعني يوميا انت قاعد تصرف تقريبا أربعين مليون دولار او اكثر يوميا على مدى سبع سنوات او ثمان سنوات تدري 150 مليار؟ وين هذه الفوائض الماليه كانت يفترض ان تكون مثل طبقه العزل للميزانيه حق اي صدمه اقتصاديه العالم ماكو اقتصاد يمشي كذي على قولتهم طريق ممهد بالورد لا لا لازم في ازمات نفس الطياره انت باي رحله لازم في مطبات هوائيه. هذه الطبقه العازله ال 150 مليار كانت المفروض تحميك وايد. طارت. وين راحت؟ 150 مليار 40% منها هدر. قول 70% هدر. هذا غير المشاريع الراسماليه هذه معلومه يعني اقراها امانه. ما انا المساعه قلت لك 40% على لسان وزير الماليه ها الحين هذه يقال ان اي مشروع راس مالي في الكويت في زياده في قيمته 30% وقس على هذا الست فضايح الماليه اللي طلعت لما لما يجيك شخص معني في الدوله ومسؤول ويعبث بالنظام المصرفي عندك تحويلات ماليه مريبه هل تقدر تقول لي ان انا بصير في مامن وبحس بامان هذا هذه عمليه هتك عرض للنظام المصرفي لما المواطن الكويتي اليوم ما عنده ثقه في الحكومه وفي قراراتها حتى اليوم اليوم يعني مثل ما قلت انت الحكومه تقول لك يعني مثل اللي يشتري فلافل وهي بنفس الوقت يشتري راز راز احنا نتكلم على قضيه اليوم ما في ثقه في قضيه الصرف اللي قاعد تسويها الدوله لو انت رئيس الحكومه شنو اول قرار تتخذه في اصلاح الوضع الاقتصادي على اساس المواطن يثق في الحكومه احنا يمكن بدون الهوى او تحت الهوى سولفنا ان ما في اصلاح مالي من غير اصلاح سياسي والاصلاح السياسي ياتي في العداله الاجتماعيه للكل ما يصير انت اليوم بالكويت كلها كلها جميع فئات الدوله تحس بالغبن الكل يشتكي فهذا معناته ان في شيء مو صحيح. صحيح. وهذا ترى كلام يعني ما هو كلامنا، كلام مؤرخين قالوا ابن خلدون في مقدمته. قال لما الكل يشتكي هذه معناته حاله غضب صايره ان في في ميزان العداله مختل. وما يصير راتب اخذه كمهندس هني 1200 وغير ياخذ 10000 دينار. انت لازم أمور عمره ما اللي يكون معاشه في الحكومه 10000 دينار ما راح يحس باللي ينطر الراتب اخر الشهر من من البزنس ماله ويشوف يوميا ايش كثر هو قاعد يسكر ارباحه ولا خسران ولا غيره. ترى في ناس سووا شيء زين في هذا البلد يستحقون الدعم. لازم لازم ندعمهم. ممتاز. هل فعلا الدوله عازه عن دفع الرواتب؟ مره قالوا شهر 11 2020 واليوم نسمع يقول لك شهر اربعه. تذكر صحه المعلومه هذه. اوكي. تذكر ازمه الدين العام اللي مرت فيها الحكومه؟ ايه؟ دين عام و 20 مليار خلال 20 مليار خلال 10 سنوات ترى هذا الشغل كله كان مسويه الله يذكره بالخير الدكتور نايف الحجره عشان نكون ايضا صريحين ونعطي كل ذي حق حقه حلو ودخلها مجلس الامه في اللجنه الماليه وقالوا ذيك الحزه 2017 2018 ان سقف الاقتراض يكون 20 ويوجه ان 8 مليار لسد الرواتب العجوزات عفوا و12 في مشاريع راس ماليه حلو زين اليوم صارت عندك أزمة مالية قدموا المشروع مرة ثانية الحكومة بطريقة كذي كأنه يبون الناس ترفضها وبيحدونك بالطوفة بيقولوا لك يلا تقبلوا ولا ماكو رواتب من كذي طلع عندك اللي يقول لك والله بنسحب من صندوق الأجيال خمسة مليار. مليار ترى هذه حركة سياسية رخيصة على ايه. أساس أنه يمشي الدين العام اه يعني بدل ما نسبح نسحب الارباح الخمسة مليار سوي هني سوي القرض إيه؟ تايد سحب اخذ قرض لا السحب إيه؟ السحب لا نتكلم اللي... على القرض الدين العام اللي هو ال 20 مليار هذا شوف القرض بالعالم مفهوم الدين العام بالعالم انا اسمع دول يعني في دول العالم قاعد تقترض إيه يعني. المفروض ما يكون شيء شعبي هذا لا شيء للمختصين اوكي اليوم شنو اللي يحدد الدين العام من عدمه ليش اخذ دين عام ليش ما اخذ دين عام؟ حلو. هذا من البدايه الدين معناته لازم ارده بفائده صح فمعناته انا مرهون بسعر الفائده سعر الفائدة اليوم في العالم جدا منخفض صح فمعناتها من الأجدر أن أنا بدال لا أروح أسيل أرباح صندوق الأجيال اللي قاعد أدخل لي أربعة إلى خمسة في المية أروح أخذ دين عام أدفع على الدين اثنين إلى ثلاثة في المية فرقية الخمسة والثلاثة هذا الدينارين على كل مية دينار مو المال طبعاً. العام أولى فيها طبعا. أنت بتقول لي إيش دراك يا أبو بدر ان عوائدنا لصندوق الاحتياط الاجيال القادمه 4 الى 5% ايضا اقول لك الدكتور نايف الحجرف قالها في اكونت وزاره الماليه في شهر 3 2018 من 4 الى 5% فاليوم من الاجدر انك انت تاخذ دين عام في ال90 عقب الغزو في ال91 في عاده اعمار الكويت خذوا دين عام بس خذوه من صندوق الاجيال ليش؟ لان سعر الفائده ذيك الحزه كان اكثر من تقريبا اربعه او اكثر من مية فكان القرار الاقتصادي الاجدر ان اخذ من صندوق الاجيال واسدد وسددوا له زين هي شان اقتصادي بحت ما المفروض يصير شان شعبي لكن قلة الدبره <applause> خلتها شيء شعبي سؤال الاخير ابو بدر يعني اليوم بكل امانه قبل ما أختم حلقتنا وبهذه الرساله تكون منك اليوم لازم تكون عندنا رؤيه اقتصاديه شامله للخروج من الازمه الحاليه والمستقبليه هي يعني عن قريب اليوم نقدر نحط حلول ونت ونقدر نطلع منها لكن الاستمرار في هذا الوضع معناه كارثه الاجيال خلال خمسه اربع عشر سنين الله اعلم اليوم رسالتنا لازم تكون موجهه لصاحب الحل والعقد اللي هو سمو رئيس مجلس هو اللي بيده أه تحكم في امور الدوله. اليوم استدامه الاوضاع الماليه ودوله الرخاء في خطر. او نقول انتهت؟ لا ما نقول انتهت، لا زال في الوقت المتسع. والملاءه زينه. الملاءه موجوده بس قاعد تنسحك دي. يعني لازم انت اليوم تحط يدك على الهدر هذا والجرح اليوم في مثل امريكي يقول لك فيكس يور سيلينج إن a sunny day. يعني صلح السقف مالك الخرير في اليوم اللي مو ممطر اليوم المشمس. انت اذا مطر ايش بيفيدك؟ لانه بيخر عليك. فانت اليوم لازم تبدي. بتقول لي غير المشاريع الصغيره ايش عندنا؟ لا عندنا. شوف فضل رب العالمين وبركته قاعد يمشي الديره، اليوم انت قاعد تبيع النفط خام أبو احمد، خام. احنا ما قاعد نبيع على لا اوروبا ولا امريكا، احنا نبيع على اسيا. اليوم سعر البرميل الكويتي وصل 87 88 67 67 68 اشكرك هل تعتقد ان احنا نبيعه على اليابان ولا كوريا الجنوبيه ولا غيرها وهم يروحون يبيعونه بسوق سوداء ويقاولون ياخذون دولارين فرقيه مو صح هم قاعد يسوون منا منتجات بتروكيميكال قاعد تطلع عليهم ربحيتها باكثر من 150 دولار مو من باب اولى انا اسويها بدال لا ابيعها خام وكل ما نزل سعر البترول من صالحي لان هذه أسعار المواد هذه البتروكيميكال ما تاثر صح وتزيد انزين بتقول البتروكيميكال درجة سهله نسويها اليوم لا بس اذا بديت اليوم بقرار واراده اليوم عقب خمس سبع سنين ممكن يصير عندك وتوظف عيالنا وتوظف عيالنا كان كان مشروع اذا تذكر الداو كيميكال كان نوع من هالمشاريع هذه إيه؟ والشفافيه شويه بقى. وتكون واضحه وتكون واضحه ما يصير ميزانيه الدوله اول بند ايراد فيها مو نفطي المخالفات وين الارباح؟ توقع التصنيف الائتماني ينزل شوي اذا استمر هم قايلين الثلاث شركات اللي معتمده والكبيره في التصنيف الائتماني موديز وفيتش واس ام بي كاتبين كاتبين ان في خلال ست شهور اذا ما تعدل الوضع راح ننزل وش وكلهم كلهم ذاكرين ان اول نقطه من نقاط الاصلاح هو انه يصير في مواءمه بين الحكومه والمجلس ترى مو الضرائب الحكومه دائما تحب ترمي الكره في ملعب الح... احنا, م... احنا موجهين صوب الضرائب احنا م... لان يعتقدون انها هي الاسهل هي الاسهل بس يقول لك في النهايه لازم تحط ضريبه بس انت قلتها لازم اصلحه وشو وحط عداله وبتحط لي اوكي بيقول لك انا عيل بحط لك ما تحتاج اصلاح بحط لك الضريبه القيمه المضافه نفس دول الجوار اليوم انت ما فيها عداله ترى المساواه لا تعني العداله ها؟ اذا انا ساويتك مع الكل لا تعني العداله انت باكر ال5% اللي بتدفعها ضريبه بالجمعيه ولا بالبنشرشي ولا غيرها هذه بتاثر عليك ما راح تاثر على العود تضخم عليه التاجر العود ما راح تاثر عليه ياخذها مني انا ما راح تاثر راح تاثر في فيك انت بدال لا تشتري ب 100 دينار ماشنتك ولا 150 تاخذها 150 نفس الشيء يقول هي ما حط عليهم ضريبه بالضبط ان آه. شاء الله خلينا نتفاعل شوي اذا كان هناك انا والله رساله وجهها يعني قبل ما نختم الى النواب والى الحكومه قعدوا مع بعض وحطوا قوانين لانقاذ البلد ترى احنا داشين على ازمه اقتصاديه كبيره وترى انا ما طلعني من بيتنا واي هني في هذا المكان اللي يعني اشهد له هذا و ويكون ان شاء الله يعني رساله جميله ويدز آه. رسائل جميله لان انا غاوي اقتصاد، انا جاي لان فعلا البلد تحتاج ان الكل يتكلم آه. والكل يوقف وترى كلنا متاملين لان لو ما الامل واحد ما يعيش، احنا محكومين في الامل يعني و واحنا بالكويت دخلنا في مشاكل كثيره وطلعنا منها بس بالوحدة ونحل مشاكلنا تخلص كثير من الامور بس تصفى النفوس شوي بالضبط وتكون هناك نيه للاصلاح الاستاذ محمد بدر اليوعان عضو مجلس اداره الجمعيه الاقتصاديه الكويتيه شكرا لك تشرفت يا ابو احمد طول بعمرك اعزائي المشاهدين وصلنا نهاية برنامج جوال المله مع السلامه